السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم مولى أصدقائي، أهلا بكم أحمد صالح بلقاء جديد وبسلسلة جديدة مع برنامج باوربوينت وتصميم المحتوى الاحترافي والإبداعي في برنامج باوربوينت. قبل ما نبدأ أصدقائي، تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات لتساهموا معي بإيصال هذا الفيديو إلى أكبر قدر ممكن من المستفادين، ولرفع شأن الفيديوهات فمحتاجين دعمكم والتفاعل على هذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما لا تنسوا من زيارتي على قناة حكاية شغف، أكون جدا شاكر وممتن لزيارتكم على الحكاية. أصدقائي، في برنامج باوربوينت برنامج الإبداع، بصراحة مثل هيك برنامج لا يمكن أنك تقدر تغذي مهاراتك وتفتح مخيلتك إلى بوابة الإبداع بالاستغناء عن برنامج مثل برنامج الباوربوينت. اليوم بتصميمنا رح ناخد أدوات جدا بسيطة ونطلع مخرج غايب الجمالية وغايب الروعة لعرض أفكارنا، سواء كانت تعداد أو ملاحظات أو أفكار متعددة أيا تكن، بإمكانيات بسيطة ممكن نعطي إيحاءات جميلة للغاية من خلالها نسوق لأفكارنا عبر برنامجنا الرائع باوربوينت. أصدقائي، أيضا لطلب الملفات يلي رح نقدمها مع الدروس بإمكانكم الانضمام إلى أحد مستويات خدمة الانتساب في قناة عالمكم من خلال الضغط على مفتاح الانتساب أو جوين بجانب مفتاح الاشتراك، أو الضغط على الرابط الموجود في صندوق الوصف للانتساب بأي مرحلة أو أي مستوى من مستويات الخدمة المقدمة لحضراتكم. أيضا بإمكانكم طلب أي فيديو تعليمي مخصص، فشاركوا معي أيضا بالتعليقات، أو أيضا من حقكم طلب أي فيديو وأي فكرة طالما أنتم من المنتسبين. تحية لأنستنا اللي هي أولى المنتسبين، الأنسة لبنى ناصر، فلسطينية مقيمة الآن في بريطانيا، مدرسة لغة عربية. حبيت أني أنا أتشكر على الملأ، وأيضا أني أشجعكم للانضمام إلى القناة أو إلى قسم المنتسبين في القناة والاستفادة من كل المزايا كما فعلت أنستنا. وأتمنى إن شاء الله عم نكون عم نقدم لها بالساعة كل الدعم يلي هي محتاجته. يلا مباشرة حتى نبدأ أحباب القلب بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي، مثل ما أنا شايفين نحن الآن على برنامج باوربوينت وأخذنا شريحة فارغة. التصميم اليوم غاية بالبساطة، لكن المخرج رح يكون غاية بالجمالية على الشكل التالي. رح نبدأ على بركة الله، ويلي كتبوا لي كتير بالتعليقات هدي يا أستاذ أحمد بالسرعة شوي، رح نبطئ شوي، لكن سرعتي خشيت إنه الفيديو يطيل عليكم والله فقط لا غير. فلهيك رح نمشي خطوة خطوة على ميت مهلنا، وإن طال معنا الفيديو شوي فاعذروني فقط لهذه النقطة. بالأخير الفكرة يلي عم نقدمها ما بنحسب من جزاء، لازم نتم الفكرة مهما يكون موضوع الوقت. فموضوع السرعة فقط لهذا الموضوع لحتى ما يطيل معانا الفيديو. أصدقائي، نحن الآن على جهاز الكمبيوتر وضمن برنامج الباوربوينت. راح نتوجه إلى قائمة عرض ومنشيل خطوط الإرشاد ما أنا محتاجينها. أنقر باليمين، ومن تخطيط راح نختار شريحة فارغة. راح أنقر باليمين، نتوجه إلى تنسيق الخلفية لحتى نعطي لون آخر إلى الخلفية، واللون الموضوع هذا على اختيارك. وراح نختار وليكن على سبيل المثال عندي هذا اللون، خلني أعطي اللون الأكشف شوي يعني حتى ما يكون لون الخلفية ساطع للغاية. طيب، رح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن الأشكال رح نختار الشكل الحر، شكل الحر. طيب، ركز معي شوي خطوة خطوة، ببدأ رسم موضوع النقر فقط لغير لحتى نطلع إيحاء قصاصة ورقية بالضبط، يعني هذا اللي أنا قصدته. فكل ما هو مطلوب منك التركيز في مكان النقر فقط لغير. خلني أنقل أول مرة هون، نحرك المشيرة، طبعا أنا بترك الماوس بهالحالة وبرجع بضيف نقطة تانية هون والثالثة هون الرابعة هون، تمام، وأنا ماشي بهذا الشكل يا أصدقائي. نقرأ على المشي، بس أنا بغير موضع لحتى أنا ماني محتاج بصراحة يكون عندي خط مستقيم، أنا محتاج هذه التكسيرات تكون عندي إياها، تمام. طيب، نفس المبدأ، خلني أنزل لهون، تمام، ونرجع نطلع مطلوع كمان ومننزل شوي بحيث أنه نعطي حركة يعني لحدود القصاصة الورقية، تمام، بالأسفل، تمام، أو بجميع الحواف إن صح التعبير. طيب، نفس المبدأ، خلني أطلع لهون كمان، هاي التعرجات بشكل بسيط. وعندي اللي انتهينا برجع بنكر مرة تانية صوت البداية لحتى أعمل قفل للشكل بالعموم. الآن بجي بختار من إطار الشكل، بجعله بدون إطار، ماني محتاج له يكون إطار موجود للرسم، وبختار التعبئة تكون عندي باللون الأبيض. أرجع أنقر باليمين، ونتوجه إلى تنسيق الشكل إذا ما كان جزء المهام الخاص بتنسيق الأشكال مفتوح عندك. رح نتوجه إلى تعبئة النقش،
ونختار نقاط يعني مجزأة للمكعبات أو مثل دفتر الكارو يعني بسموه على سبيل المثال، وبختار اللون الأمامي وليكن معي مثلا هذا اللون أو يكون أغمق شوي لا بأس في الموضوع لحتى يكون معي يعني القصاصة الورقية واضحة أو فيها إيحاء، قصاصة ورقية من دفتر مخزوقة يعني أو ما شابه ذلك. تمام؟ طيب بإمكانك تغير نقش إلى أي نقش يعني أوسع أو أضيق أو ما شابه ذلك. أنا رح أعتمد على هذا النقش ونقلل شوي موضوع اللون لحتى يعطيني الآن بهذا الشكل. طيب رح أتوجه إلى أدراج، من أشكال رح نختار الدائرة، خلنا نكبر شوي لهون مشان الموضوع يكون واضح لألنا. رح أنقر مع السحب مع مفتاح الشيفت طبعا حتى يعطيني شكل دائري 100%، أخذ مساحة وليكن معي بهذا الشكل، اختار كنترول زائد دي من الكيبورد لحتى يعطيني الديبليكيت اي تكرار الشكل، بنقر على اداة التحجيم او التحريك الموجودة هون وبسحب الدائرة لهون على هذا المكان، واختار كنترول دي مرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة. لاحظ راح احدد اول شيء الشكل الكبير اللي قمنا برسمه عفوا بالشكل الحر، تمام، او باداة الرسم الحر، اضغط مفتاح الكنترول وبحدد الان كل الدوائر. شو بنحدد؟ كل الدوائر. اذا اول شيء شو حددنا؟ حددنا شكل رسمي كاملة، وبعد ما نفتح الكنترول قمنا بتحديد شو الاشكال الدائرية. بنتوجه الى قائمة التنسيق ومندمج الاشكال، رح نختار طرح لحتى يبان عندي الان ان القصاصة الورقية مفرغة بهيدي الحتة بالدوائر اللي هي مكان اللاصور ان صح التعبير بالدفتر لحتى نعطي هذا الايحاء. طيب كلام جميل لحد الان. نرجع نتوجه الى ادراج، من اشكال خلني اختار مستطيل وبنقر مع السحب ارسم مستطيل باي مساحه الان لا ضير في الموضوع. بنختار اطار الشكل يكون عندي اياه بدون اطار، وبنختار التعبئه تكون عندي اياه باللون الاسود، ومن تنسيق بجعل شفافيه للون الاسود، انا ما محتاج يكون عندي قاتم 100% لانه هو راح يعبر عن الظل. تمام. طيب ومن التاثيرات نجي الى حواف ناعمه، وبنختار يعني نسبه معينه لتدرج الحواف بحيث انه ما يكون فيها قطع، تمام، ما تكون هي الحواف حاده 100%. طيب خلني اختار نقل الى الخلفيه مثل ما انا شايفين الظل اللي صار معنا. طيب بوسع الاعلى شوي، تمام، هذا الموضوع يعني كيفي حسب وجهه نظرك بتصميمك ورسمتك. بعمل شويه التفاف وبسحب الظل على هذا المكان يا اصدقاء ليكون معي بهذا الشكل. تمام. طيب برجع بحدد الظل مره ثانيه وبختار ديبليكيت منه يعني تكرار، وبختار تكرار منه ديبليكيت، وبرجع كمان بنعمل التفاف عكسي لألوم يكون معي بهذا المكان، أيضا بعطيه إرسال إلى الخلف ومتحكم الآن في موضع رسمتنا بالضبط يكون معي مثلا بهذا الشكل لحتى نعطي إيحاء الظل. تمام يا أصدقائي، بهذا الشكل بالضبط. الآن رح أتوجه إلى أدراج وبنرجع نختار كمان أداة رسم الشكل الحر، وبنرسم يعني شكل شبيه إلى المستطيل أو المربع لكن مع الخربشات الحوافي اللي حكينا عنها. طيب بجي بنقر لمرة واحدة وبنقر مرة تانية ومرة ثالثة، تمام، بهذا الشكل يا أصدقاء، نفس المبدأ هون، تمام، ونرجع كمان نفس المبدأ بحيث فقط أنه أنت ما تعطي المربع يكون حوافه مستقيمة 100%. تمام، وبنقفل التحديد بهذا الشكل. بختار له الآن إطار باللون الأبيض وبنعطي سماكة لونية للون الإطار واللي يكون معي بهذا الشكل. اللون التعبئة انت بقى بتحدد اللون اللي انت محتاجه يعني اصفر اخضر، يعني هذا اللون كيفي انت شو بتختار الان اللون ما عندك مشكلة فيها. خلني اختار كنترول زائد دي يعني تكرار اخر للشكل، طبعا بختار له بدون اطار، وبنختار التعبئة باللون الاسود، وبنفس الطريقة رح نعمل شافية لانه هو ايضا رح يعبر عن الظل، ومن التأثيرات الحواف الناعمة رح نجعل تداخل للحواف الناعمة بهذا الشكل. خلني اسحبه لهون وبنختار نقل الى الخلفية، نوسع شوي وبنعطي شوية التفاف ليكون معي الظل الآن بهذا الشكل يا أصدقاء. بحدد الظل، أضغط مفتاح الكنترول وبحدد الشكل وبختار كنترول زائد جي من الكيبورد، أو يعني إنك تنقر باليمين ومن تجميع بتختار تجميع، أو جروب بتختار جروب إذا كان واجهة اللغة الإنجليزية عندك يا لبرنامج باوربوينت حتى يصيروا معنا شكل واحد. رح نرسم الآن الأتاش اللي أنا بضع فيها عنوان ملاحظة يعني على ورقم هيدي الأتاش، تمام، رسمة جدا بسيط منه صعب على الشكل التالي، من إدراج من أشكال في عندي رسم خط منحني، رسم خط منحني باستخدام الباوربوينت، أنقر عليه لمرة واحدة، خلي أنقر هون بسحب المشيرة الأعلى، بنقر لمرة واحدة وباخد التفاف وليكن معي مثلا بهذا الشكل، بنقر كمان مرة، تمام، وبنزل للأسفل في المكان اللي بدي يكون في عندي انحناء آخر
نرجع كمان ننقر وبنسحب تمام لحتى انا ارسم احناء. بس يلي انتهيت يعني بعمل دبل كليك لحتى انا اقفل الرسمه تمام. طيب الان راح اختار له يعني اللون اسود والتعبئه بلا تعبئه. اما الاطار راح نختار سماكه له يكون معي مثلا يعني بحيث انه يعبر انه هو موجود عباره عن يعني اداه الشكاله مثل ما يقولوا تمام. طيب نصغرها بالاعلى شوي وبنسحبها عفوا وبنسحبها لهون وليكن معي بهذا الشكل يا أصدقاء. الآن راح أتوجه إلى إدراج ونختار مربع نص، برسم مربع نص هون حتى نكتب عنوان سواء كان عندك يا نوت ملاحظة باللغة الإنجليزية والعربية أو عنوان فكرتك اللي أنت حابب تقدمها. خلني أكتب على سبيل المثال نوت اللي هي عبارة عن ملاحظة. في من الخطوط الإنجليزية خطوط بتعبر لك عن الخط اليدوي، فبإمكانكم تبحثوا عن خطوط إنجليزية. طبعا هي رائجة كتير يعني أنا حتى ما أطيل عليكم راح أخذ يعني أي خط الآن اللغة الإنجليزية، لكن في خطوط الإنجليزية تشبه بمحاكاة يعني بشيء معين إلى محاكاة الكتابة اليدوية إن صح التعبير بالضبط. خلني أختار على سبيل المثال يعني وليكن معي مثلا هذا الشكل، أختار توسيط تمام. رح نسحب العنوان لهون وبختار لون للنص بحيث يكون يعني ليس أسود قاتم بل يعني أبهت منه بحيز إضافي. طيب نرجع إلى أدراج، نختار مربع نص ونختار معادلتنا تساوي رند، أفتح وأسكر القوس عفوا تمام واختار انتر حتى يعطيني نص افتراضي من البرنامج تمام. طيب الآن هذا النص رح ناخد عليه محاذاة إلى اليسار ومنصغر حجم الخط شوي، رح نكبر مربع النص كمان إذا حبينا نعمل لكم توسيط لا بأس في الموضوع تمام. وإذا حبينا نعمل تباعد للأسطر طبعا هيدي عفوا بإمكاننا نعمل تباعد للأسطر من هذا المكان وليكون بمقدار سطر ونصف. وأيضا اللون ماني محتاج يكون لون أسود قاتم يعني أبهته نوعا ما شوي. نتوجه الآن إلى أدراج وبنختار عفوا أيقونات، هذه أيقونات تمام، ونختار أيقونة لعلى التعيين منضيفة على ملاحظتنا أو على فكرتنا أو ما شابه ذلك. بتحب أنك تضيف أيقونات من أحد المواقع؟ إذا كان إصدارك للباوربوينت ما بيدعم إدراج الأيقونات يعني مش 2019 ما قبل 2019 فما رح يكون متوفرة إدراج الأيقونات تمام. طيب خلني أختار على سبيل المثال واجهة أو نختار تحليلات، أختار مثلا هاي الأيقونة وأنقل على مفتاح الإدراج. رح نختار لون للأيقونة باللون الأبيض ونسحبها لهون مشان تكون معنا واضحة 100%. إذا حبيت أنك تعملها تأثير الظل رح يزيد الموضوع جمالية طبعا. خلني اختار ظل يكون معي لهيدي الحتة ونقلل الشفافية شوي ليكون معي الظل الآن بهذه الجمالية. الآن الأيقونة مع الشكل نفسه تمام، بختار كنترول زائد جي لألون تمام. وعندي طبعا الأتاش رح نعمل إدراج أو إحضار إلى المقدمة. الآن عندي العنوان مع العنوان يعني أو النص التكست العلوي العنوان مع النص نفسه، بضغط مفتاح الكنترول بعمله جروب حتى لما أبدأ بالإنيميشن الأحياء يكون كل جزء وكل مكوناته عامله المجموعة على حال للحركة. الآن إذا حبيت أنك تحدد الكل بختار كنترول زائد دي مرة تانية وترسم فكرة تانية وفكرة ثالثة وهكذا. كل ما هو عليك أنك تتغير فقط موضوع الألوان تمام، يعني فقط أنك تغير شو؟ تغير الألوان وتغير أيقونات وتغير بعض النص والعبارة فقط لا غير. الآن حتى أبدأ في موضوع الحركات، كيف ممكن نحن نعمل حركات لهذه الأشكال؟ أصدقائي أنا لما رح فوت على الشريحة رح يكون الشريحة فارغة، رح يندرج أول شيء القصاصة الورقية تمام؟ فلهيك أنا بحدد على القصاصة الورقية أول شيء. خلني أسكر جزء تنسيق الشكل ومنفعل من قائمة الحركات منفعل جزء الحركة تمام. هلا رح نعطيه تحريك إلى الداخل، تحريك إلى الداخل، وبختار يكون عندي مثلا من الأعلى يعني الورقة أو القصاصة الورقية تنزل بنزوم الأعلى تمام، وبختار يكون عندي بعد السابق. برجع بحدد الآن الظلين، الظلال الاثنين بحددهم مع بعضهم البعض وبختار وليكن يكون عندي هون مسح تمام، وأيضا يكون عندي من وين؟ من الأعلى، وبختار يكون بعد السابق يعني بعد ما تنزل القصاصة الورقية يظهر الظل أيضا مع نفس المبدأ تماما. الآن بعد ما يظهر القصاصة الورقية وتظهر الظلال أنا بقى محتاج تتحرك عندي شو هذا الشكل كامل مع الأيقونة طبعا. كمان بختار تحريك إلى الداخل، خلي يكون عندي من الأسفل تماما، وبختار يكون عندي بعد السابق. بعد المنام بقى بتجي الأتاشة بنقر عليها وبنختار تحريك أيضا للداخل، وبختار من خيارات التأثير يكون عندي جهة من الأعلى، وأيضا نختار عندي يكون بعد السابق. الآن يا أصدقائي نحن الآن طبعا بقي عندي موضوع النص، أنا بحدد النص طبعا وبنختار على سبيل المثال عائم
للداخل، وبختار يكون عندي عائم للأسفل. تمام، بهذا الشكل يا أصدقاء. أيضا من خيارات التأثير البداية بنختارها أيضا مع أو عفوا بعد السابق. الآن نحن لو شغلنا على التقديمي رح يكون بهيدي الجمالية يا أصدقائي. أصدقائي اللي طلب الملف مثل ما حكيت، أتمنى من حضراتكم الانتساب إلى القناة والاستفادة من مزايا القناة والاستفادة من خدمات القناة بطلب الدروس أو طلب البث المباشر أو الدرس الأونلاين مباشرة يكون مع حضرتك. بإمكانك أنك تطلبه بأحد مستويات الخدمة، وأيضا بإمكانك تطلب الملفات تصلك عبر الواتساب أو عبر الإيميل حسب الطريقة اللي أنت بتناسبها. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل والنافع، ولا أكفيكم كالمعتاد، فتكرما أحتاج منكم الدعم والتفاعل والدعاء. ترزوا عني كل خير إن شاء الله، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.